يدويا تتقدم هذه السيارة لتعبئة حصتها من البنزين بعد نفاد خزانها بالكامل. صورة تختصر المشهد بأكمله، أزمة محروقات في كركوك شمالي العراق. ولم تقف المشكلة عند هذا الشيء، إنما البطاقة الوقودية وارتفاع أسعار الوقود التي أصبحت عبئا جديدا على أصحاب العجلات، وكل هذا للحصول على 50 لتر من البنزين. كان صار 1000 نفس الشيء. اي والله معناتكم شنو؟ والله ما عندنا شنو، ما تشوفها اي انا واصل صر لمكالكوك. هاي معقوله رئيس الوزراء يجي يوقف ساعه هنا؟ اذا هو يجي واحنا ما عندنا مانع. زين برايك ليش بس بكركوك هاي الازمه؟ والله بسبب تواجد الفساد. اذا بيهم خير خلي يقعدوا النواب كركوك كلهم عرب اكراد تركمان ويا المحافظ ويا ابو المنتجات وعلني يحشون للعالم يابا وين الصوج بينا بيهم. كل لتر صار لترين، يعني قبل ناخذه ب 650 من تجاري محسن، هسه لا هذا مو محسن و1000 دينار. الإدارة المحلية للمحافظة ذكرت إن أسباب تفاقم أزمة المحروقات في كركوك هو ارتفاع أسعار الوقود في محافظات إقليم كردستان، ويدفع مواطني تلك المناطق إلى المجيء هنا للتزود بالوقود، وهذا الأمر يؤثر على نسبة تجهيز المدينة. وكما ترى إن وجود البطاقة الوقودية لحماية المنتج من التهريب خارج المحافظة. ارتفاع المشتقات النفطية عالميا أدى إلى ارتفاع الأسعار في محطات التعبئة بمحافظات الإقليم، أثر على التجهيز وزيادة الطلب في المحافظات المحاذية لمحافظات الإقليم اللي هي كركوك ونينوى. موضوع كركوك حسم بموضوع البطاقة الوقودية، والآن انطوقت الأزمة بأن المواطن جاي يجهز بموجب البطاقة الوقودية. الانتظار أمام محطات تعبئة الوقود بات عنوانا يوميا لسائقي السيارات، وهم يرون إن الحلول التلقيعية التي تخرج من السلطات المعنية لا تنهي الأزمة التي تجذرت مع الأيام، وتستغل أزمة الوقود في السوق السوداء ويباع الوقود خارج المحطات بأسعار تفوق أضعاف التسعيرة الحكومية له. من مدينة كركوك، حيدر عودة، اليوم.